تحققت الدولة المصرية العديد من المؤشرات الإيجابية في موازنة الدولة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة الأخيرة إلى ما وصل عليه الآن، فائضاً أولياً للعام الخامس بنسبة 1.3%، بدلاً من عجز أولي استمر لأكثر من 20 عاماً. وزادت مصر دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28 مليار جنيه، ونمو رصيد الاحتياطات الأجنبية لتصل إلى 34 مليار ونصف مليون دولار بنهاية شهر إبريل الماضي. وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر أعلى مستوى له منذ 5 سنوات بمعدل نمو 71.4% على أساس سنوي، مسجلاً حوالي 8.9 مليار دولار. وارتفع عائدات قطاع السياحة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 10.7 مليار دولار مقارنة ب4.9 مليار دولار في السنة المالية 2020 و2021. وارتفعت إيرادات قناة السويس بنسبة 17.8% إلى 4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي، فعجز الموازنة تراجع خلال 6 سنوات من 12.5% إلى 6.1% من الناتج المحلي. تتوقع مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري متوسط 4% سنوياً على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، ومعدل نمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد 2023 و2024 قدر عند 4.1%، ونمو سنويا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%، ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، ويتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%. فقيمة صادرات مصر من البترول في عام 2022 18.2%.